السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في مادة علم الاجتماع درس تصنيف العلاقات الاجتماعية. احنا خدنا في البداية تعريف العلاقات الاجتماعية وأهمية العلاقات الاجتماعية. ايه هي لو نفتكروا ايه هو تعريف العلاقات الاجتماعية؟ أول حاجة هي الروابط والآثار المتبادلة بين الأفراد في المجتمع، تنشأ من ايه؟ من طبيعة اجتماعهم أو تبادل مشاعرهم أو ايه؟ أو احتكاكهم ببعض وتفاعلهم في محيط المجتمع. ده كده تعريف العلاقات الاجتماعية. وخدنا كمان العلاقات دي ممكن تكون محدودة. يعني ايه محدودة؟ تبدأ وتنتهي في وقت محدد. ممكن تكون العلاقات محدودة تبدأ وتنتهي في نفس الوقت، ليها وقت محدد تبدأ وتنتهي مع حدث زي المدعوين في فرح. ممكن تكون العلاقات دائمة أو طويلة الأجل، زي علاقة الأم بأبنائها، علاقة دائمة. ممكن تكون العلاقات برضو علاقات محدودة بتتم من تفاعل اجتماعي بين شخصين أو أكثر، بتكون زي علاقة فريق عمل لإنجاز عمل معين. النهاردة هنتكلم عن تصنيف العلاقات الاجتماعية. عندي العلاقات الاجتماعية عندي نوعين، هناخد أول نوع من تصنيف العلاقات الاجتماعية. أول حاجة العلاقات الأولية، بنقول العلاقات الأولية دي هي علاقات مباشرة، من اسمها علاقات أولية، يعني علاقات مباشرة تتم عن طريق الاتصال المباشر بين عدد محدود من الأفراد. يبقى نكتب كده العلاقات الأولية هي العلاقات الأولية هي علاقات مباشرة تنشأ عن طريق الاتصال المباشر بين الأفراد داخل المجتمع، تمام. وبنقول كمان هي بتتسم بعلاقات العمق والخصوصية، وتتسم بعلاقات العمق والخصوصية. طيب تعالوا نستنتج مع بعض كده أهم خصائصها إيه؟ أهم خصائص العلاقات الأولية. طيب العلاقات الأولية دي من امثلتها ايه؟ من امثلتها زي ما قلنا الاسره، زي علاقات الاسره تعتبر علاقات اوليه بين عدد محدود من افراد الاسره، تمام. طيب وممكن اقول كمان علاقات بين عدد الجماعات الصغيره، زي مثلا جماعه الاصدقاء او جماعه الاقران. ممكن اقول برضو العلاقات الاوليه دي بتوجد في مجتمع القريه، عشان العلاقات في القريه بتكون بسيطه وبتكون الناس كلها عارفه بعض، تمام. اهم خصائصها بقى نستنتجها. اول حاجه هنقول انها هي علاقات مباشره، يبقى انها تعبيريه لارتباطها بمشاعر المحبه، لارتباطها بمشاعر المحبه. رقم 2 هنقول ان هي مباشره، يعني وجها لوجه تتم أو تتسم بعلاقات وجها لوجه أو بشكل مباشر تمام. طيب أقول إيه كمان في الخصائص؟ ممكن أقول إنها تتسم بالإيجابية، تتسم بإيه؟ بالإيجابية، إنها علاقات إيجابية. كمان ممكن أقول إنها تتسم بإيه؟ بعمق، عمق المشاركة، عمق المشاركة الاجتماعية، عمق المشاركة ما بين أفرادها بعضهم وبعض. العلاقة الثانية هنتكلم عن العلاقات الثانوية. طب العلاقة الثانوية دي علاقات مباشرة، تمام؟ يبقى دي هتبقى علاقات غير مباشرة. يبقى أقول هي علاقات غير مباشرة، تمام؟ طيب هي علاقات غير مباشرة تحكمها تحكمها لوائح أو مجموعة من القوانين،
بتحكمها لوائح او مجموعه من القوانين، تمام؟ تحددها شكل ونظم الايه او نظام الجماعه. طيب تعالوا بقى نستنتج برضو اهم ايه، اهم خصائص. اهم خصائصها ايه؟ هي علاقات ثانويه، يبقى علاقات غير مباشره وغير شخصيه. يبقى علاقات اول حاجه غير مباشره وغير ايه؟ وغير شخصيه، تمام. طيب ممكن تنشا من علاقات ما بيننا وما بين بعض، يعني علاقات معاملات فرديه، ممكن تبقى معاملات فرديه زي مثلا علاقه ايه؟ البائع بالمشتري، دي علاقة فردية. ممكن تكون العلاقات دي موجودة فين برضو؟ موجودة في المجتمعات الحديثة اللي فيها علاقات كتير، يبقى هتبقى غير مباشرة وغير شخصية. ادي اول حاجة. اقول رقم اتنين انها ايه؟ تأخذ شكل الرسمية في العلاقات، تأخذ شكل الرسمية في العلاقات، تمام. اقول ايه كمان؟ رقم ثلاثة ان هي ممكن تكون ايه؟ غير مباشرة وغير شخصية، تاخد شكل الرسمية في الايه؟ العلاقات. تتسم بالعقلانية والبعد عن العواطف، تتسم بالعقلانية والبعد عن العواطف. هناخد ثالث نوع من العلاقات، العلاقات التعاقدية. علاقات تعاقدية دي هنديلها أمثلة كده ونستنتج منها هي إيه. زي مثلا لما أقول علاقة الأم بأطفالها، وزي علاقة الجار بجاره، وزي علاقة الصديق بصديقه، تمام. العلاقات التلقائية زي علاقة الأم بأطفالها، وعلاقة الجار بجاره، وعلاقة الصديق بصديقه. يبقى هي بتنشأ من إيه؟ من ثلاث روابط. يبقى تنشأ في المجتمع، هنقول بتنشأ هذه العلاقة في المجتمع من ثلاثة روابط، وهي رابطة القرابة، ورابطة الجوار، ورابطة الصداقة. طيب تعالوا نستنتج أهم إيه؟ خصائصها. إيه أهم خصائصها بقى؟ أهم خصائصها هنقول إيه؟ علاقات طبعًا ما بين الأم وأطفالها، والجار بجاره، والصديق بصديقه، تبقى علاقات إيه؟ علاقات قوية ومباشرة. يبقى إذًا أهم حاجة هتبقى العلاقات قوية ومباشرة. قوية ومباشرة. طيب إيه تاني؟ بتتحدد فيها الأهداف. تتحدد فيها المصالح والأهداف. الواجب حل أسئلة الكتاب صفحة 47. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.